طبعا بزايد، مشروع حفظ النعمة، هذا المشروع الكبير اللي انطلق في 2004 بتوجيهات من سيدي سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل حاكم في منطقة الظفرة ورئيس هيئة الهلال الأحمر الإماراتي. هالمشروع اللي اليوم له أثر كبير في مجتمع دولة الإمارات، ونحن فعلا يعني بأمس الحاجة أن نحافظ على هالنعم اللي تحيط بنا. أنت اليوم كمدير لهذا المشروع المهم، من وين جت الفكرة أول شيء؟ خلنا نبدأ به أخوي محمد. أجت الفكرة من سمو الشيخ شمس بنت حمدان، نائب رئيس الهيئة للشؤون النسائية. طبعاً أنت تعرف أن مجتمع دولة الإمارات العربية المتحدة مجتمع كريم بذاته، وكانت يعني موضوع الأعراس وموضوع المناسبات كانت عندنا، ويكون فيه هدر كبير جداً يعني في موضوع العزائم وكذا. فلجأت الشيخة طول بعمرها على أساس أنها تفتح المشروع هذا، بحيث أن نحن نكرم النعمة هذه ونحافظ عليها وإيصالها للناس المحتاجين. انتشر يعني المشروع حفظ النعمة في على مستوى الدولة، والحمد لله رب العالمين. نحن اليوم نتكلم عن بدأ المشروع من يعني تقريبا حين قارب 20 سنة ما شاء الله. فلذلك يعني المشروع أخذ يعني صيتة في دولة الإمارات العربية المتحدة، كذلك يعني على مستوى الدولة، والحمد لله رب العالمين. يعني ثقة الجمهور فينا أعطتنا نحن أن نحن نواصل في هذا المشروع، والحمد لله رب العالمين أن قدرنا أن نوصل في لكل بيت، لكل مؤسسة، لكل كذا، على أساس أنه يكون في توعية وتثقيف المجتمع.